السلام عليكم البنات، صباحكم. اللهم تعالى بعد عندنا هذه الوباء، هذه الجائحة ديال كورونا في الجيل، يجعل هاد 21 عام مزدهر لنا ولكم جميعا. شنو الكتاب المعقول با قول عليه؟ كلشي دازو النوبات ودازو الناس زيادة، وايام الاستعمار دازت ليا من الاستعمار، وحضرنا حنا ديك ايام الاستعمار، والحمد لله دابا مع سيدي محمد الخامس وسيدي مولاي الحسن الله يرحمه وسيدي محمد السادس وزياد الوقت، واحد الزينة راه ما عمر مشت بحال هاد الزينة اللي زياد الوقت الحمد لله. وهاد الحرية اللي كاين ما كان الاستعمار ما تلقاو حتى ما ناكلو، تنمشيو تنقطو مطيشة تيسدو ديك الماتيشه الخامسه وسبع ايام وثمان ايام والسدان كاين، حتى رجع سيدي محمد الخامس وتشوف ليك الرايات والستر ويلات دوك التحليل والسوليكسات فيهم ديك القدران قدام والبشكليتات ديال الانجليز والناس محابه واهلا اهلا بك والرايات وهذا وشي دخل لعندي دخل لعندك. الناس كانوا ديك الساعه بزاف يعني حام واحد ولا لاباس عليه كان يحيى مسلم وني عاود الترقع ولا لاباس عليه، مشاو كان القرايه ما تيقريوناش هذوك اسميتو هي تدبار تلقت جبين، ودابا الناس الحمد لله قرار ولات قاريه. ديك الساعه كانوا الناس غير الناس الكبار تيقريو ولادهم وبيان صح اللي لاباس عليهم ما تيقريو هنا، ودوك الناس كاع اللي ولاو تيقريو هزوهم غير من الحضارات، تيكون كانوا الحضارات وهما يردوهم في المدارس ملي رجع الملك. ايوا هادشي اللي عندي وباقي ما يتعاود. دابا الناس قاريه؟ ايوا خرات بعدا الناس شويه، ديك الساعه الا قبتي غير ديك الشهاده الابتدائيه مصوره فيها الرايه بحال ما عرفتهاش والعراضه وهذا وتقدي تقدي بها شي منصب كبير، هي الشهاده الابتدائيه. واول مدرسه دشناها محمد الخامس الله يرحمه ورحالي الفاروقي، دشناها في رياض العروس، هذيك اللي في رياض العروس حدا ذاك الحاج اللي تيبيع هذاك الشيء هذاك هي راه شنها فاروقي مع الرحالي هذه عرفتها. ما كان غير الروضه وقدامه روضه وشنو هذيك المدرسه تبارك الله ولا داك الشيء، وكان مسيو كورات كيخري في قاعد الماي كيجيب الطوموبيل فيها ثلاثه الروايد الرويضه له قدامه جوج الروايد له، وثاني اللي كتهز لابيلانس تيقولوا لها الشيبيه حتى هي فيها ثلاثه الروايد، وكانت رياض المخه وكان سيفي رياض المخا حتى هي كان فيها الفتيح كان فيها هادشي، هاد رياض المخا اللي كاينه اللي بغيت تدخل لي على اسمي. الصراحه راه خص انت مدرسه راه خصك تبقى هكا تعاودي على المدرسه. ايوا المدرسه تاني اللي في باب الخميس كنا في النكته حتى ولينا نيت في هادشي زوين. باقي غادي نقولوا النكته ان شاء الله باقي تطيح في البال دابا ان شاء الله. واه بلاتي بعدا نمشي نشري خوي واحد الكويس ديالتي انا نجيبو لك انا نجيبو لك والله. صباح الخير البنات، دايرين لاباس عليكم؟ اش تعاودوا اليوم ان شاء الله خارجه مع خواتاتي بنا نمشيو عند واحد السيد كيبيع دوك الزيوت هكا مطحونين، المهم ها نتوما معانا وغتكتشفوا كلشي، بقاو معانا ما تمشيو فين. الدنيا مشمشه يا البنات غزاله، احنا غادينا عصابة. انتما يا البنات راه السقعه غنوصلوا عند هذاك السيد وغادي نصور معكم الا بغى ان شاء الله. زيت المبروك
10 دراهم ديال اللوز هانتوما كتشوفيها كتطحن دامك وهذا 10 دراهم الكوك زيت الكوك عندك ينصيح عليك ونعاودنا وهذه 10 دراهم ديال زريت القدان واش ما درتيش ليا هذا ياك اري ليا اللوز فين هو اللوز هادشي تحتي يلا عاودي كتبيه هادشي ديال التيسير باقي غنجي عندك ان شاء الله زوينه ديالها هادشي الشاف هادشي الشاف انا راه كيبغيك تحنق تخمر انا دابا حتى حنا حيانا مع الخرقة مع الولاد ومع كل شيء كيطيح الحبة تاعي 10 دراهم ولكن الزيت ما كتبغيش تبات الشعر ما كتبغيش الا بات راه كطيح تطيح الشعر الزيت تديريها هكا ساعتين وتنقلي الحبة وتحيديها هانتوما البنات خديت هاد الزيت مخلط الاعشاب ها هما الشعر لا غير فيديو ماشي مشكل هانتوما 10 دراهم هانتوما البنات فيها الاعشاب مخلطين فيها اللوز فيها الكوك فيها الورد فيها السوجا فيها الصانوج فيها بزاف شحال من عشبه اسيدي 10 العشبات هنايا مع 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 اللوز مع هانتوما البنات هادي زيت ارغان هذا ما كداش ولا مالو لا غطي عليه لا يضغطي عليه وصافي ديناي هذا زيت ارغان 10 دراهم هانتوما جاني الصاد 10 دراهم زيت ارغان زوين نسبيها عنده هنا الرقية الشرعية عنده الحجامة عنده العسل الحور المهم تكتر الزيوت مقطرات الأعشاب وصفات تجميلية عنده ألم الظهر جهاز البولي جهاز الهضمي تسميل جهاز التنفسي ضعف الجنسي بزاف المهم ها هو هذيك البنية اللي قلت لك صيفطهم لكم الزومي انت كتبيع مع المساكين ولي الاسعار ما قليل الدواء دابا انا ما عندي ماشي
اجي اسيا حدا ماما خلي شتي بنتك راه ورانا انتما الاعشاب اللي خديت انا مخلصين وين شوفوا يا البنات الخروع، انا اول مره كنشوف الخروع داير كي البربوش هذاك يقول صدفه. لا 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 هذاك الصدفه زعما سبحان الله العظيم. باش تقولوا لي شوفوا راح يطلع لي خدمه بعيده جايه بعيده وانا مشيت المره اخرى بعيده. احنا راجعين في حالاتنا شي ساعة وحنا واقفين. قال لك اللي بغى العسل يصبر دق النحل وصافي احنا راجعين بحالنا حتى الدار ان شاء الله ونهضروا بقاو معنا. سلام البنات، ورجعنا لكم. ها نتوما ها الزيوت اللي خدات اختي، وانا خديت الزيت ديال الشعر حتى هادو ديال الشعر، ولكن هي خدات شي حاجه مفرقه هكا بغات كل حاجه بوحدها. انا خديت داك الشي ميلونج، خديت الاعشاب وخلطهم ليا ودار ليا بهم زيت. المهم اللي بغات الاعشاب اللي درت في هذيك الزيت تقولها ليا في لي كومونتير ونكتبهم لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. ها نتوما يا البنات، هذا ديال السمسم حيت كتبات هنايا وتمسحوا. هذا ديال الكوك، هذا ديال الكوك، هذا ديال زريعه الكتان، ها هو زريعه الكتان. وها نتوما كما شفتوا راه تطحن داك الشيء فري قدامكم. ها نتوما هذا ديال ارغان، ها هو ارغان يا ارغان الفري البنات. هذا زيت اللوز، ها هو هادشي باقي مخوض. وهذا زيت الخروع، ها هو البنات. قلت انا ان شاء الله حتى الشهر الاخر وغنمشي ناخذ حتى انايا زيت الثومه، زيت البصله، ديك حبوب البصله، زيت ارغان، شحال من حاجه غناخذ ان شاء الله. و الا كان عندي شي وقيت هكا راه غادي نصور لكم ثاني. راه كيطحن داك الشيء بيدي الماكينه وكلشي. المهم البنات، كان هو هذا الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بشي حاجه وريتكم حويجات زوينين. ونتمنىكم ان شاء الله ما تنسونيش من اللايكات ومن البارطاج، واللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. وبسلام عليكم، تمنى لكم الراحة والصحة والسلامة.